مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد من دروس القراءة للمستوى الأول. يتعلق الأمر بالأسبوع الأول من الوحدة الخامسة، الحصة الثالثة، صوت الشين مع الحركات القصيرة. أولا فلنقرأ الكلمات البصرية التالية: اللذان، اللتان، الذين، اللواتي. فلنعد ذلك معا: اللذان، اللتان، الذين، اللواتي. استمع إلى المقاطع وأحدد الصوت المتكرر: مشمش، شمس، شاطئ، شجرة، عش، شتاء، شراب، شعر، شقة، شيخ، شرطي، شرفة، فراش. ما هو الصوت الذي يتكرر في هذه الكلمات؟ نعم، إنه صوت الشين. أولا، ما هو الصوت الأول في كل كلمة من الكلمات التالية؟ شجرة، ش، شرطي، ش، شتاء، ش. ثانيا، أرفع يدي إذا كانت الكلمة تتضمن صوت الشين: شهاب، نعم أرفع يدي، ثلاثة، لا أرفع يدي، شباب، أجل أرفع يدي، شهور، نعم أرفع يدي، ثقة، لا أرفع يدي، شرق، أرفع يدي. ثالثا، أحدد موقع صوت الشين في الكلمات التالية: أرفع يدي اليمنى إذا كان في أول الكلمة، وأضع يدي إذا كان في وسط الكلمة، أرفع يدي اليسرى إذا كان في آخر الكلمة. شقيق، أرفع يدي اليمنى لأنه في أول الكلمة. حشرة، أضع يدي لأنه في وسط الكلمة. فراش، أرفع يدي اليسرى لأنه في آخر الكلمة. كبش، عم أرفع يدي اليسرى لأنه في آخر الكلمة. مشط، أجل أضع يدي لأنه في وسط الكلمة. شرق، أرفع يدي اليمنى لأنه في أول الكلمة. رابعا، أدمج المقاطع للحصول على كلمات: ش، لا، لن، شلال، جيد، شو، هو، دن، شهود، نعم، شي، عار، شعار، أحسنت. كرروا معي أعزائي التلاميذ قراءة هذه المقاطع، وانتبهوا إلى الطريقة التي كتب بها حرف الشين في الكلمات التالية: شحرور، شمس، فراشة، طربوش، مشمش. جيد، إذن
يكتب حرف الشين في أول كلمة بهذا الشكل، وتكتب في وسط الكلمة بهذا الشكل، أما في آخر الكلمة فتكتب بهذه الطريقة منفصلة وبهذه متصلة. فلنقم بالتجزيء المقطعي للكلمات التالية: شديد، شديد. المقطع المتضمن لصوت الشين هو ش. شجاع، شجاع. المقطع المتضمن لصوت الشين هو شو. شتاء، شتاء. المقطع المتضمن لصوت الشين هو شي. إذا أضفنا لصوت الشين حركة الفتحة نحصل على ش، وإذا أضفنا إليه حركة الضمة نحصل على شو، إذا أضفنا إليه حركة الكسرة نحصل على شي. ش، شو، شي. ش، شو، شي. ش، شو، شي. ش، شو، شي. شو، شي، شا. شكل، شروق. شراء، فشل. كاشف، تنبش. أشعة الشمس، دافئة. أكتب الكلمات التالية على اللوحة: شكل، مشط، شروق. شكل، مشط، شروق. في آخر هذا الدرس لا يبقى لي أعزائي التلاميذ إلا أن أشكركم على حسن تتبعكم، في أمل اللقاء بكم في حصة جديدة إن شاء الله. إلى اللقاء.